باختصار شديد جدا كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم، نحن مقدرين كل الاراء ومستمعين لكل الاراء، وانا شخصيا بتابع كل ما ينشر في الاعلام وكل ما هو مكتوب حتى في المواقع في الصحافه في التلفزيون، كل التقرير ده متابعه تماما، واؤكد لحضراتكم ان احنا باذن الله سنتخذ من القرارات ما يحقق صالح الرياضه المصريه، ومش هيكون هدفنا او رؤيتنا في حل هذه المشكله الا صالح مصر قبل اي حاجه، فان شاء الله ده اللي بنبذل فيه مجهود. احنا اخذنا النهارده بعض القرارات البسيطه يمكن كلكم وحضراتكم عرفتوها، احنا صرفنا فورا 16 مليون جنيه للجنه الاولمبيه المصريه، لان في عندنا دوره في بوتسوانا في شهر مايو القادم ولازم تبدا الاتحادات تستلم الفلوس، فصرفنا 14 مليون جنيه للجنه الاولمبيه عشان توزعها للاتحادات، وكان في 2 مليون جنيه مستحقين اللجنه الاولمبيه لاجور ومرتبات، فال 16 مليون دول اتصرفوا النهارده واستلموا الشيكات بتاعتها في اللجنه الاولمبيه. كان عندنا طبقا لما يتم او ما لابد من تكوينه حتى نخاطب الجهات الدوليه، تكوين لجنه ثلاثيه علشان نقدر نتحاور فيها مع الجهات الدوليه، تكونت اللجنه الثلاثيه برئاسه الدكتور حسن مصطفى وعضويه السيد المستشار خالد زين وعلاء مشرف عن اللجنه، الدكتور علاء مشرف عن اللجنه الاولمبيه وخالد عبد العزيز عن وزاره الرياضه، ستبدا هذا الموضوع في محاوله حل الازمه. نتخاطب مع كل اطراف الازمه، بنسمع الى كل وجهات النظر الموجوده، وباكد لحضراتكم ان شاء الله ان قبل الميعاد المحدد من الاتحاد الدولي اللي هو يوم 10 مارس هيكون في رد ان شاء الله بالراي بتاعنا في هذا الموضوع ونحدد فيه كل حاجه. ان شاء الله باذن الله احنا مش واخدين اي اتجاه وبنستمع لكل الظروف، ونتمنى ان شاء الله ان تكون الامور الرياضه تكون على اكمل وجه. انما انا شخصيا بكلمكم عن وجهه نظري، اذا ان شاء الله اتحلت هذه الازمه لابد ان احنا نفصل وزاره الرياضه عن الرياضه التنافسيه، دي وجهه نظري انا في هذا الموضوع. وزاره الرياضه هتتولى البنيه الاساسيه للرياضه في مصر، لابد ان نجعل الطلبه تمارس الرياضه، لابد ان نجعل التلاميذ تمارس رياضه، العمال والفلاحين يمارسوا الرياضه في كل مكان، ده هيكون الدور الاساسي للجنه الاولمبيه. لحضراتكم نتمنى ان يكون دور وزاره الدوله للرياضه اللي هي الوقت بقت الرياضه والشباب انها تكون هي كيف يعني تساعد في البنيه الاساسيه للرياضه، كيف تجعل كل ابناء الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يمارسوا الرياضه. اما فيما يخص الرياضه التنافسيه فلابد ان يكون ليها اللجنه الاولمبيه هي اللي مسؤوله عن هذا الموضوع، هي اللي مسؤوله عن الاتحادات، فيكون دور الدوله دور رقابي فقط على كل الصرف والفلوس والمواد الاداريه، اما فيما يخص الامور الفنيه فهي من اختصاص الاتحادات واللجنه الاولمبيه. كل اللي هنقدر نعمله ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل لاكبر عدد من الشعب المصري يمارس الرياضه، لان احنا زي ما انتم عارفين بنصرف 60 مليار جنيه تقريبا على العلاج، ممارسه الرياضه ممكن تقلل في هذا الصرف. عندنا مشكله كبيره جدا في التقويم البدني والمزاجي والاخلاقي لشبابنا، محتاجين ممارسه رياضه، العمال محتاجين ممارسه رياضه، الفلاحين محتاجين ممارسه رياضه، المراه المصريه محتاجه ممارسه رياضه. هنبذل اقصى مجهود لان احنا نحقق ده، اذا قدرنا نوصل ده هيتحسن المزاج المصري، هيتحسن الانتاج المصري، هتتحسن الصحه المصريه، اعتقد ان هو ده دور الدوله. اما فيما يخص اللجنه الاولمبيه والتنافس هنكون داعمين جدا ليها، هنكون احنا اللي بنوفر لها من فلوس الدوله، اما الدور الفني والدور التقني هيكون من مسؤوليه الاتحادات الرياضيه اللي منتخبه اللي ان شاء الله هنعمل لها كل اللوائح اللي تناسب المؤسسات الدوليه طبقا للماده من الدستور، واللجنه الاولمبيه هي اللي هتكون مشرفه بشكل او اخر، لكن احنا ما زلنا في ازمه دلوقتي، نتمنى كلنا ان احنا محتاجين ايديكم معانا، الازمه قويه جدا، الازمه معرضه مصر للايقاف، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نحاول، مش هنبص ما هي اسباب الازمه قبل كده، احنا بنتكلم على النهارده، فاضل لنا ايام قليله ولابد ان يكون في رد للدوله على هذا الموضوع، نتمنى ان شاء الله ان احنا كلنا نتكاتف، نثق في وطنية وإخلاص كل أطراف الأزمة، كل أطراف الأزمة بتحاول تحل المشكلة، وإن شاء الله بالتعاون كلنا مع بعض هنقدر نتجاوز هذه الأزمة الصعبة.